بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للماسل اوف ذا بيلفيك لمب في الوضع دوت والرجل اتاتشد مع الترانك, هنشوف الماسلز اوف ذا هيب اند ساي ريجون لاترال اسبي. اول عضله بتظهر معانا اللي هي ماسل تنسور فاشيالاتا, دي بتكون تريانجولر ماسل بتاخد اوريجين من التيوبر كوكزي ومن الجلوتيه الفاشيه وتنزل تعمل انسيرشن في الفاشيالاتا وفي الباتيلا والتيبيا. الاكشن بتاعها اول حاجه اللي هي تنس الفاشيالاتا, الاكشن الثاني ان هي بتعمل فليكشن للهيب جوينت واكستنشن للستايفل جوينت ومي كوز ابدكشن اوف ذا بيلفيك لمب. العضله اللي بعد كده عضله بتكون لارج فليشي ماسل ماليه السبيس ما بين التيوبر كوكزي وما بين الجريتر تروكانتر بتاع الفيمر اللي هي ماسل جلوتياس ميدياس, دي بتاخد اورجن من التيوبر كوكزي من الفاشيه وتش كفر ماسل لونجيس ماسل لامبورم, وبتاخد اورجن من البودي او الجلوتيال سيرفيس بتاع الاليوم وساكرو سكاياتيك والساكرو الياك ليجامنت, وتنزل تعمل انسيرشن في جريتر تروكانتر اوف ذا فيمر والتروكانتر كريست. الاكشن بتاعها بيكون ابدكشن للبلفيك لمب واكستنشن للهيب جوينت. العضله بعد كده دي بتكون موجوده كودا للجلوتياس ميدياس, ودي لارج ماسل موجوده على الهيب وساي ريجون اللي هي ماسل جلوتيو بايسبس. كرينيال بارت بتاعها بيعتبر سوبرفيشيال جلوتيال ماسل اللي هي ابسنت في الجوت. العضله اللي بتاخد اورجن من الساكرال سباينز والساكرو تيوبرال ليجامنت, وتنزل تعمل انسيرشن في ثلاث اجزاء, تمسك في الباتيلا اللي هو الباتيلر بارت, وتمسك في اللاترال باتيلر ليجامنت والكرينيال بارت اوف ذا تيبيا, وجزء التندينياس بتاعها ينزل علشان يمسك فيه الكالكينيال تيوبر فتشارك في تكوين الكومون كالكينيال تندون. الاكشن بتاعها بيكون اكستنشن للهيب جوينت والهوك جوينت وفليكشن للستايفل جوينت. بالنسبه للعضله اللي موجوده وراها اللي هي ماسل سيمي تندينوزس, العضله دي برضو بتاخد اورجن من الساكرو تيوبرال ليجامنت والسكاتيك تيوبروستي, وتنزل تعمل انسيرشن في الكرينيال بارت بتاع التيبيا, وبرضو بتنزل تمسك في الكالكينيال تيوبر وفي الكرورة الفاشية. فالاكشن بتاعها بيبقى زي الاكشن بتاع الجلوتيو بايسبس, بتعمل اكستنشن للهيب جوينت والهوك جوينت وفليكشن للستايفل جوينت. العضلة اللي ورا المسل سيمي تندينوزس اللي هي مسل سيمي ممبرونوزس, برضو مسل سيمي ممبرونوزس بتاخد اوريجين من الاسكاتيك تيوبروستي والكودال بارت بتاع الاسكيال سيمفيسز, وتمشي ميديا للسيمي تندينوزس علشان تعمل انسيرشن على الميديال اسبكت في الميديال ايبيكوندويل بتاع الفيمر. فالاكشن بتاعها بتكون اكتد اونلي على الهيب جوينت, بتعمل له اكستنشن اند ميك كوز ادكشن اوف ذا بيلفيك لمب لانها موجوده على الميديال اسبكت. العضله اللي وراها ديت عباره عن ماسل جراسيلز, ودي هنشوفها بالتفصيل ان شاء الله لما نفصل الرجل واحنا بنشرح الماسل اوف ذا ميديال اسبكت اوف ذا ساي ريجون. الرحمن الرحيم. بالنسبه للماسلز اوف ذا ليج ريجون بنلاقي العضلات مقسومه على مجموعتين على حسب مكانهم. بالنسبه للدورزو لاترال اسبكت, العضلات الموجوده على الدورزو لاترال اسبكت, بنلاقي اول عضله موجوده معانا كرينيال ماسل تيبياليس كرانياليس, كده عباره عن ماسل تيبياليس كرانياليس دي بتاخد اوريجين من اللاترال سيرفيس اوف ذا تيبيا, وتنزل تعمل انسيرشن في البروكسيمال اكستريميتي اوف ذا ميتا تارسال بون, دي ماسل تيبياليس كرانياليس. العضله اللي موجوده وراها على طول او بتبقى مغطيه معظمها اللي هي ماسل فيبولاريس تيرشس, ودي بتبقى تندينياس عند الاورجن وعند الانسرشن, وبرده بتنزل تعمل انسرشن هنا في البروكسيمال اكستريميتي اوف ذا ميتا تارسال بون, ماسل فيبولاريس تيرشس. العضله اللي جنبها او اللي تحتها بقى تحت الفيبولاريس تيرشس بنلاقي اللونج ديجيتال اكستنسور ماسل, وبتبقى عباره عن تو بيلي, ميديال بيلي ولاترال بيلي, كل واحده ليها تندون هينزلوا معانا يكملوا في البيس ريجون. بالنسبة للتندون اوف ذا ميديال بيلي هلاقيه بينزل يكمل على السيرد ديجيت علشان يعمل انسيرشن في الدورزال سيرفيس اوف ذا ميدل فالانس اوف ذا سيرد ديجيت. بالنسبة للتندون اوف ذا لاترال بيلي هيجي فوق الفيتلوك جوينت ويتفرع لفرعين, كل فرع هينزل يمشي على الصباع الثالث والرابع علشان ينزلوا يعملوا انسيرشن في الاكستنسور بروسيس بتاع السيرد والفورس ديجيت. دي بالنسبه لمسل اكستنسور ديجيتورام لونجس او لونج ديجيتال اكستنسور مسل. بالنسبه للعضله اللاترال ليها دي عباره عن مسل فيبولاريز لونجس, ودي بتاخد اوريجين من الديستال اكستريميتي اوف ذا فيمر, وتنزل تعمل انسيرشن في البروكسيمال اكستريميتي اوف ذا ميتا تارسال بون, ودي الاكشن بتاعها بتكون فليكشن للهوك جوينت ما بتاثرش على الجوينت بتاعه الديجيت اللي هي مسل فيبولاريز لونجس.
العضله اللاترال ليها دي عباره عن ماسل اكستنسور ديجيتورم لاتراليس. اكستنسور ديجيتورم لاتراليس دي بتاخد اوريجين من اللاترال بوردر اوف ذا تيبيا وتنزل تكمل بالتندون بتاعها اهوت يكمل معانا علشان ينزل يعمل انسيرشن على الدورزال سيرفيس اوف ذا ميدل فالانس اوف ذا فورث ديجيت. ده عباره عن التندون اوف لاترال ديجيتال اكستنسور ماسل. بالنسبة لمنطقة البيس ريجون بنلاقي عندنا الشورت ديجيتال اكستنسور ماسل اللي احنا بنسميها اكستنسور ديجيتورم بريفز ودي بتاخد اورجين من الدورزال سيرفيس اوف ذا تارسال بون وتنزل تعمل انسيرشن في التندون اوف ذا لونج ديجيتال اكستنسور ماسل. العضلة الصغيرة خالص دي اللي هي الشورت ديجيتال اكستنسور ماسل او اكستنسور ديجيتورم بريفز. كده نبقى احنا خلصنا الاكستنسور جروب اللي هي موجوده على الدورز ولاترال اسبكت. بالنسبه للبلانتر اسبكت اوف ليج ريجول بنلاقي عندنا ماسل ترايسبس سوري. ترايسبس سوري ماسل اللي هي تشمل التو بيليز اوف جاستروكنيميوس ماسل. ده عباره عن اللاترال بيلي او اللاترال هيد جاستروكنيميوس والناحيه الثانيه الميديال هيد اوف جاستروكنيميوس. دول بياخدوا اوريجين من الاثنين سوبرا كوندويلويد كريست اوف ذا فيمر وينزلوا كل هيد يتحد بعد كده الاثنين هيد مع بعض ومع التندون بتاع العضله اللي هنشوفها دلوقتي اللي هي الماسل سوليوس عشان يعملوا لنا الاكيليس تندون او الكالكينيال تندون. يبقى دول كده عباره عن ماسل جاستروكنيميوس. دي عباره عن اللاترال هيد اوف جاستروكنيميوس ودي الميديال هيد اوف جاستروكنيميوس. دي ميديال هيد ودي اللاترال هيد. ميديال واللاترال هيد ومعاهم العضله الصغيره دي اللي هي ماسل سوليوس او السوليوس ماسل بتاخد اوريجين من الهيد اوف ذا فيبيولا وتنزل تعمل انسيرشن في اللاترال هيد اوف جاستروكنيميوس. السوليوس مع الاثنين هيد هيعملوا لنا الترايسبس سوري ماسل. التندون بتاعهم دوت بنسميه الاكيليس تندون او الكالكينيال تندون. بالنسبه للجاستروكنيميوس ماسل بتعمل لنا زي الساندوتش كده على عضله ماسل بلانتارز او السوبرفيشال ديجيتال فليكسور ماسل. سوبرفيشال ديجيتال فليكسور ماسل بتكون موجوده ما بين التو هيد اوف جاستروكنيميوس ماسل واخده اوريجين من بلانتارز فصه في الفيمر وتنزل ما بين التو هيد اوف جاستروكنيميوس. التندون بتاعها برضو يشارك في تكوين الكومون كالكينيال تندون مع العضلات اللي قلناها المره اللي فاتت اللي هي الجلوتيو بايسبس والسيمي تندينوزس. كل العضلات دي جلوتيو بايسبس سيمي تندينوزس سوبرفيشال ديجيتال فليكسور التو هيد اوف جاستروكنيميوس والسوليوس بيعملوا لنا الكومون كالكينيال تندون لكن الترايسبس سوري بس بيعملوا لنا التندون اكيلس وفي فرق ما بين الاثنين. لو نزلنا تحت نكمل مع التندون اوف سوبرفيشال ديجيتال فليكسور ماسل اهي ادي التندون بتاعها هيمسك هنا في الاكيلس تندون ويكمل بعد كده في منطقه البيس ريجون. ده كده عباره عن سوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون هيجي برضو فوق الفيتلوك جوينت ويعمل زي اللي حصل في الفور لمب هيتفرع لفرعين كل فرع هينزل علشان يمسك فيه الثيرد والفورس ديجيت. لما بيجي ينتهي بينتهي عند الليفل اوف ذا باسترن جوينت هنا كده فعلشان يعدي الديب ديجيتال فليكسور تندون من تحته بيتفرع لفرعين. بلاقي ده كده عباره عن سوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون يتقسم علشان يعدي لي الديب ديجيتال فليكسور تندون اللي هنشوفه دلوقتي بيتكون ازاي. بالنسبه للعضله اللي بعد كده اللي هي الديب ديجيتال فليكسور ماسل ودي بتبقى عباره عن ثلاثه هيدز. الهيد اللي بتظهر معانا على اللاترال دي اللي هي الفليكسور ديجيتي 1 لونجس. فليكسور ديجيتي 1 لونجس بيبقى وراها هيد فيا خالص اللي هي التبيالس كوداليس. من على الميديال اسبكت بيبقى موجود الفليكسور ديجيتورم لونجس. يبقى انا عندي الثلاثه هنا دي كده فليكسور ديجيتورم لونجس او الميديال هيد. بعد كده الديب هيد اللي هي الفليكسور هالوسس لونجس او الفليكسور ديجيتي 1 لونجس والسوبرفيشال هيد اللي هي التبيالس كوداليس. ماسل تبيالس كوداليس اللي هي السوبرفيشال هيد والديب ديجيتال فليكسور ماسل. ثلاثه هيد يتحدوا مع بعض علشان يكونوا لي تندون اللي انا بسميه الديب ديجيتال فليكسور تندون اللي بيكمل تحت في منطقه البيس ريجون تحت السوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون وهيعمل نفس الحركة زي ما حصل في الفور لمب هيبقى فرعين علشان كل فرع منهم يكمل علشان ينتهي او يعمل انسيرشن في الثيرد فالانس بتاع الثيرد والفورث ديجيت زي ما حصل في الفور لمب. بالنسبة لاخر عضلة عندنا اللي هي ماسل بوبليتياس وديت عشان نشوفها بتكون موجودة على الميديال اسبكت او على البلانتر اسبكت اوف ذا تيبيا. هنشيل احنا هنا الانسيرشن بتاع ماسل سيمي ممبرونوزس. هنشوف ماسل بوبليتياس بتبقى تريانجولار ماسل على البلانتر سيرفيس. دي كده عباره
ماسل بوبليتيس، تعمل انسيرشن في الكودال سيرفيس اوف ذا تيبيا، وبتبقى موجوده على الكودال سيرفيس او البلانتر سيرفيس بتاع الاستايفل جوينت، وبتعمل اكشن بتاعها بيكون فليكشن للاستايفل جوينت. بالنسبه للديب ديجيتال فليكسور ماسل ديت بتعمل فليكشن للديجيت او الجوينت بتاعت الديجيت، واكستنشن للهوك جوينت، وفليكشن للاستايفل جوينت. بالنسبه لاخر حاجه عندنا في البيس ريجون اللي هي الميدل انتر اوسياس ماسل اللي احنا بنسميها في الهورس سسبنسوري ليجامنت، لانها بتكون مور تندينيوس عن الرومينانت. بالنسبه للجوت برضو بتكون تندينيوس شويه عن الاوكس. بنلاقي العضله بتيجي تتفرع لثلاث فروع، اثنين اباكسيال برانشز الناحيه دي والناحيه الثانيه، يجوا ينتهوا في البروكسيمال سيساموييد بونز على الناحيتين، وبعد كده تكمل ببرانش اللي احنا بنسميه اكستنسور برانش اوف سسبنسوري ليجامنت او اوف ميدل انتر اوسياس ماسل، بيطلع لقدام علشان يعمل انسيرشن في الاكستنسور تندون او بتاع اللونج ديجيتال اكستنسور ماسل. يبقى دي كده عباره عن ميدل انتر اوسياس ماسل او ماسل انتر اوسياس ميدياس، هتنتهي هنا بالاثنين اباكسيال برانشز في البروكسيمال سيساموييد بون، وتكمل بالاكستنسور برانش على الناحيتين يمسك في الاكستنسور تندون. الفرع اللي في النص او الميدل برانش ده بينزل في الانتر كورنوال نوتش، ويتفرع جوه هنا ما بين التو ديجيت لفرعين يمسكوا برضو في الاكستنسور تندون. يبقى انا هنا عندي ثلاثه فوق بعض، سوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون، ديب ديجيتال فليكسور تندون، ميدل انتر اوسياس ماسل، ومن قدام عندي التو تندون بتوع اللونج ديجيتال اكستنسور ماسل بتاع الميديال هيد واللاترال هيد واللاترال ديجيتال اكستنسور تندون، وهنا ما بين اللاترال ديجيتال اكستنسور تندون واللونج ديجيتال اكستنسور تندون بلاقي عندي الاكستنسور ديجيتورام بريفس.